أنا عايز أعيش مع ربنا، أنا كل همي يعني حياته الأبدية، مش عارف يعمل إيه، وبفكر أسيب البيت، هل ده صح أو غلط؟ لأ غلط. فالمهم إحنا بنمشي حسب وصية ربنا ويحافظ على نفسه من الغلط، هيتناول على الأقل مرة كل أسبوع، يتعلم يصلي بالأجبية، وهو بيبقى عامل زي النبات اللي كلهم بيكبر، كل ما بيصلي في الأجبية بتغذية، كل ما بتتناول بتغذية، كل ما بتعمل أعمال صالحة بتغذية، بتغذي إيمانك، ومن هنا في النهاية بتبقى شجرة كبيرة، بتبقى شجرة كبيرة. ودايما القامة الروحية العالية بتيجي عمق روحي مع طول مدة، ما فيش من يوم وليلة ولا بكلمة تلاقي نفسك أنت طلعت فوق، لا ما ينفعش، مش عند ربنا الكلام ده، الله ما بينضحكش عليه. ممكن ساعة الشهادة انك تشهد للمسيح بإيمانك وعندك استعداد انك تدفع حياتك ثمن هذه الشهادة، دي قامة عالية. انما طبعا الحياة العادية للإنسان انك بتنمو روحيا، تنمو روحيا، والقامة الروحية بتيجي عمق روحي مع طول مدة. يعني شوف البابا كرولوس قعد 40 سنة يوميا تسبحه قداسه مزامير، 40 سنة. الأنبا أبرام أسقف في يوم الجيزة 33 سنة في الرهبنة و33 سنة في الأسقفية، قعد 66 سنة في الصلاة والعبادة، عشان كده وصلوا قامات روحية عالية. إنما هي ما حدش يسيب بيته، ما ينفعش، بنا بنصلي نصوم نتناول الكنيسة أمنا، مفيش حاجة تفصلنا عنها، كنيسة صايمة صايمين معاها، فرحانة فرحانين معاها، تتألم أسبوع الآلام بتألم معاها، كنيسة أمنا والمسيح أبونا، نتناول مرة كل أسبوع، نصلي بالأجبية، بنعيش صح. ربنا ما بيسيبش، ربنا بيحب الإنسان وعاوز خلاص الإنسان، ما هنسيب بيته لا ما ينفعش. نرجو تفسير هذه الآية في سفر الحكمة 23، يا ابني إن كان قلبك حكيما يفرح قلبي أنا أيضا، وتبتهك كليتاي إذا تكلمت شفكتاي تفتاك بالمستقيمات. طبعا هو بيتكلم بيقول يا ابني إذا كان قلبك حكيما يفرح قلبي أنا أيضا. الله أب بالنسبة لنا، إحنا الله أب، إحنا بنصلي نقول له أبانا الذي في السماوات، وفي المعمودية بنتولد من الماء والروح، الذين ولدوا ليس مشيئة جسد ولا مشيئة رجل لكن من الله ولدوا. والكتاب قال من لم يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. الله أب، وبالتالي لما يكون ابنه حكيم لا محالة الأب يفرح أن ابنه حكيم، لا محالة، عشان خاطر إذا كان قلبك حكيما يفرح قلبي أنا أيضا. بالفعل الإنسان قلبه حكيم ماشي صح، يحيد عن الشر ويفعل الخير، إنسان بيحب ربنا وبيحب الخير لكل الناس، بلا لا محالة قلب الله بيفرح بيه ومكانته في السماء، زي الأب اللي ماشي، الابن اللي ماشي في طاعة أبوه، أبوه يبقى فرحان بيه لا محال. كذلك الرب هو الله أبونا، احنا بنصلي له كل يوم أبانا الذي في السماوات، فإحنا أبناء ليه، ومن هنا بالمعمودية بالإيمان. فهنا عشان خاطر كده قلب الله بيفرح لما يشوف ابنه ماشي صح. وقول تبتهج كليتي إذا كلمت شفتاك بالمستقيمات. دايما بالنسبة لنا إحنا الكلية عشان بتشيل الرواسب، يعني إيه؟ لما يكون إنسان ما فيش جواه حاجة، قلبه نقي، ما بيشيلش من حد، ما بيشيلش ضغينة لحد، بيحب الكل، قلبه ما فيهوش رواسب، ومن هنا اللي يتكلم بالمستقيمات، ومن هنا ربنا بيفرح بيه. يبقى هنا إنسان ما في قلبه نقي، ما فيش رواسب، ما بيشيلش ضغينة لحد، ما بيكرهش حد، بيحب كل الناس، وبالتالي شفتاه تتكلم بالمستقيمات، وعشان خاطر كده الله بيكون فرحان بيه.